الشوربة بتاعتنا تقريبا جهزت، مش ناقص غير ان احنا نحط لها شوية ملح وشوية فلفل، ممكن كمان تحطوا شطة بابريكا حسب اللي انتوا بتحبوه. وانا هنا محمية طاسة كويس جدا عشان عايزة اشوح السجق، اقفل المسام بتاعته. السجق هو اصلا فيه نسبة دهون عالية شوية، مش بيحتاج ان احنا نحط له مادة دهنية كتير، فانا بفضل ان انا احط له نقطة صغيرة من الزيت النباتي تعمل مفعولها، يعني بتساعد ان السجق يلعب في الطاسة، بس في نفس الوقت ما بننزلش دهن كتير، بمعنى اصح يعني بينزل دهونه وده كفاية عليه. هروح بقى جايبة السجق لانه الطاسة سخنة قوي. السجق ممكن تخلوه سليم، بس يستحسن انكم تقطعوه مكعبات صغيرة يبقى شكله لطيف في الفتة. ايوة، بس وزعوا الزيت كله في الطاسة بالشكل ده. هعلي بس النار. كده. وهخليه يتشوح. ممكن احط له سنة فلفل اسود. وانا بحب السجق مشطشط اسكندراني، فهحط له بابريكا وهحط له كمان شطة لانه كده كده الفتة فيها صلصة طماطم. ادي الشطة وادي البابريكا. البابريكا بتدي لون حلو، بتدي نكهة كمان حلوة. له حبة ملح، شوية بس عشان انا هكمل الملح الباقي في الصوص نفسه بتاع الفتة. وهخليه يتشوح. في الوقت ده انا هعمل ايه؟ هجيب الشوربه بتاعتي ازود لها الملح اهي، استوت زي الفل. هزود لها الملح والفلفل الاسود، ده مش الملح ده بابريكا. بس كده. وممكن احط لها فلفل ابيض بدل الفلفل الاسود، انا بحب الفلفل الابيض في الشوربه، بحس ان هو بيدي اللمسه المطلوبه. هقلبها بس كويس عشان النكهه تدور مع بعض. هو ده اللي انا عايزاه. روح جايبه بقى البوله بتاعتي، نغرف بقى عشان نكسب وقت، ناخد راحتنا في الفتة بالشكل ده. بس كده كفاية علينا. طاهرة، هطفي على دي، هسيبها على جنب. ممكن نحط عليها شوية كزبرة زيادة لو حابين الريحة قوية شوية، بس يعني أنا حاسة إن هي فيها كزبرة إناف. هتعامل بقى مع السجق بتاعي. انا ليه قطعت السجق؟ عشان عايزاه يطلع شويه اللحمه المفرومه اللي جوه عشان ترجع تمسك في بعض. السجق لما بيبقى حبه حبه طويل يعني بحس ان هو اولا الكميه بتبقى قليله، عشان لما نعمل طبق يبقى كبير شويه بنحتاج كميه كتير، بس لما بنقطعه كده بحس ان هو كانه بيعمل عصاج سجق، بيبقى جميل جدا، بيمشي جدا مع الفته. فانا تعمدت ان انا اقصقصه كده عشان تطلع اللحمه المفرومه اللي جواه.
فهو بس محتاج شوية وقت. أنا ممكن حتى أنقله على العين الكبيرة عشان نكسب وقت. بس قبل ما أنقله أشيل الحلة أحطها هنا هجيب ده هنا بقى. ايوه هو كده بيدور كويس. الريحه جميله جدا، مش عايزه اقول لكم ريحه السجق، خصوصا لو سجق انتوا جايبينه من جزار انتوا بتثقوا فيه كويس. الجزار الوحيد اللي بيتحكم في تركيبه السجق او في تتبيله السجق، فدايما اختاروا جزار انتوا بتثقوا فيه عشان يكون مدي السجق او خلطه السجق التبهيره اللازمه ليها. يعني هو السجق اول ما بيبتدي يتشوح كويس بيبتدي ياخد اللي احنا عايزينه. خلينا نشتغل بقى على الحاجه الثانيه، ان احنا نشتغل على الفته. الفته انا عندي هنا العيش المتحمص، انا قلياه بس ممكن تحمصوه في الفرن حسب كل ما واحد عايز. هحطه هنا بالشكل ده بس كفاية. وهجيب شوية مرقة عشان عايزة اسقيه برضو. هجيب مرقة سخنة عندي، مرقة من نفس المرقة اللي انا اشتغلت بيها شوربة لسان عصفور والرز. هحط شوية حلوين وهجيب معلقة. هحط بقى هنا واسقي بيها العيش كويس عشان بس ما يبقاش مقرقش قوي ويبقى ليه نكهة حلوة. السجق على فكرة كفاية عليه عشان لسه هرجعه ويخلص. هجيب طبق واخد بقى السجق احطه فيه شوية على جنب لانه لسه هيكمل السوا بتاعه، هرجعه تاني للصوص ده. حاسه ان الطبق ده شويه صغير، نجيب طبق تاني. وفي نفس البهاريز بتاعه السجق دي انا هعمل الثوم عشان ياخد من النكهه دي. ما تطفوش النار بس نطلع السجق. احنا طبعا عاملين كميه عائليه، احنا دايما في اللوكيشن بنحاول على قد ما نقدر انه الطبخات كلها تكمل وتبقى بكميات عائليه كده حلوه عشان نشاركها في الاخر. احلى حاجه بعد التصوير هي لما بنقعد ناكل الاكل اللي احنا بنعمله. بحط الثوم بس هزود له شويه زيت بسيط. في المرحله دي ممكن تزودوا زيت بقى عشان شفتوا السجق هنا حتى نزل الدهون بتاعته، مفيش دهون كتير، بس لو حطينا زيت بيبقى الدنيا غرقانه قوي زيت، السجق ما بيبقاش لطيف. فانا هشوح الثوم. هحتاج اجيب معايا الخل في ايدي عشان هطش الثوم بالخل. هصفره شويه، ريحه الثوم ابتدت تطلع حاجه كده زي الملوخيه وزي البدنجان او المسقعه، كل دي نكهات المصريه اللي احنا متعودين عليها. خلاص كده هحط بقى شويه خل، مش عارفه بيشهقوا للفته ولا لا بس مش مشكله. كفايه بنشهق للملوخيه. كده تمام. هجيب بقى الصلصه، حوالي معلقتين كبار صلصه، نحطهم مع بعض. هروح اضيف لهم اللي فاضل من عصير الطماطم.
هعلي بقى النار، هضيف بقى شوية فلفل اسود والبابريكا والملح. هضيف كمان شوية كزبرة ناشفة. بس شوية بس مش كتير. الملح بتاعي. هرجع بقى السجق للخليط ده. هجيب اللي فاضل من السجق، ممكن تحطوا بقدونس لو عايزين، بس انا بحب احطه في الاخر. هقلب بقى كل الحاجات دي مع بعض. لو شفتوا انه الصلصة متسبكة اكتر من اللزوم ممكن تزودوا شوية مرقة، بس أنا شايفة إن هي تمام، هيبان عامة، مش مستعجلين. هقلب كل ده مع بعض. شفت أهو السجق يعني وصل للقوام اللي أنا عايزاه، بس كده. خليهم بقى يغلوا شوية. خلي دي جنبي محتاجاها. هنكمل بقى الرز. انا عندي هنا الرز اللي استوى، اجيب دي وهاخد الرز اللي احنا عملناه ده واحطه قدام العيش المتشرب من المرقة. هوزعه بالشكل ده. تهيألي خلاص. السجق خلاص هطفي عليه. المواعين كترت طبعا والعدو اللدود، فيلا مش مشكلة فداكم. وهاخد بقى جبتي هنا، بس هاخد السجق بتاعي واحطه على الفتة زي الفتة العادية بالظبط، بس تغيير. وحتى شوية بتهيالي السجق ارخص شوية في مصر عن اللحمة. كده لو فضل منكم شوية سجق مثلا وحسيتوا ان هو كتير على الرز، ممكن نقضيه سندوتشات في العشاء عادي. مش فاضل بقى غير ان انا ازود شوية بقدونس على الوش بالشكل ده. عايزين تدلعوها اكتر لو توفر حسب امكانيات كل واحد، يحط شوية لوز متحمص برضو مش هيخسر. لو مش متوفر هو على فكرة ما بيفرقش خالص في الطعم، ده مجرد لمسة كده بتديها نظرة حلوة كده وحاجة حلوة. وبكده نكون احنا خلصنا وصفات النهاردة. يا رب تكون الحلقة عجبتكم. افكركم ان انا عملت فتة السجق، عملتها زي الفتة العادية بس عملت رز بالفلفل والطماطم، سوري بالفلفل والبصل، وعملت فتة سجق بالخل كده والثوم، وعملت كمان شوربة لسان عصفور بالطماطم بنكهة الكزبرة. الوصفات كلها والمقادير هتلاقوها على موقع ست البيت. اشوفكم الحلقة الجاية وصفات احلى واحلى من مطبخ اسيا.